بعد اكمال جميع الاستحضارات اللوجستيه والعسكريه انطلقت اليوم عمليه تحرير الفلوجه من عصابات داعش الارهابيه. هذه العمليه اشتركت بها قطاعات الجيش العراقي وجميع القوى السانده لها من ابطال الحشد الشعبي. العمليه على عده محاور. نحن الان برفقه ابطال فرقه التدخل السريع الاولى ضمن المحور الشرقي الجنوبي لمدينه الفلوجه باتجاه منطقه النعيميه وجسر التفاحه. ابقوا معنا وهذه التغطيه الخاصه. حياك الله. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا وطن. الحمد لله على السلامة. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك. شفت المتقدم؟ اي شفت المتقدم. صوبت اليوم؟ ان شاء الله صوبتي. وسام شرف ان شاء الله. وسام شرف. شلون دواعش معنوياتهم؟ دواعش معنوياتهم منهار ان شاء الله. وان شاء الله منتصرين عليهم قوة الله. معنوياتكم يا ابطال اليوم وتدكون داعش الشعب العراقي كله معلق امامنا. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. الله ينصرنا على الاعداء. الله ينصرنا على الاعداء. نحيي هذول الابطال كلهم، الحشد، الجيش، الاتحاديه من ذيك الصفحه، وكنا منتصرين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله منتصرين من الله سبحانه وتعالى. نصر من الله وفتح المبين ان شاء الله. الان على الساحه الامامي الان ابطال الهندسه يقومون بدور كبير وكبير امام والله. دوم هندسه العسكريه جاي متقدم بالشفر ونقصلهم شارع والجيش ورانهم ان شاء الله واصلين جسر التفاحه بقوه الله. والدواعش ما يخافون اذا يلبسون احزاب ناسف ويطبون تحارين. احنا بالاحزاب ناسف وجاي نطب عليهم. والله كل خوف ما عندنا عندنا دافع قوي يعني خاصة نقوم يضربون علينا والجيش يمشي ورانا عاد ولا نهتم لهذا الطلق. شوفوا سووا فينا بالقادم هذا عاد ونمشي ولا نهتم له. ان شاء الله انا مودي ارزاق ان شاء الله لجوه وان شاء الله ما نخلي على وش الارض داعش. يعني ان شاء الله تاخذ ارزاق ونقدم؟ ان شاء الله. الله الله للبيت. الله يحفظك. شلون ان شاء الله؟ شلون نشوف معنيات اخوانك المقاتلين؟ والله كلهم جاي جاي. ان شاء الله. خير من الله الحمد لله. شو نقول لدواعش اليوم؟ ماكو بعد دواعش بالعراق ان شاء الله. ساحق نسحقهم ان شاء الله. الله يحفظكم يا ابطال. ابطال والله. الله يسلمك. مشاهدنا لا زلنا في القاطع الشمال الجنوبي مدينه الفلوجه الان مع قطاعات فرقه الدخل السريع الاولى بقياده جنوح الشمال الجنوبي بقياده قائد فرقه الدخل السريع الاولى العميد جليل عبد الرضا. السلام عليكم استاذ العميد. ايضا يمكن ان تضعنا بصوره حول مسير عمليات من هذا المحور. والله حقيقه هذا المحور الشرقي الفلوجه والحمد لله والشكر. شوف قطاعاتنا متقدمه وحاليا تقدم الاليات والبلدوزرات والشفرات لاكمال الاعمال الهندسيه ضمن المناطق المحرره. والحمد لله الشكر اتجاهنا هو محورنا اتجاه التفاحه. والحمد لله والشكر بعد ان الشيء القليل ان شاء الله ناخذ جسر التفاحه. اليوم هذا اليوم الاول لبدء العمليه، ما الذي تم تحريره لحد الان؟ الحمد لله والشكر التحرير يعني قد كيلو متر امام جسر التفاحه اللي كان مقرات لداعش وكان خنادق ومحصنين بها والحمد لله والشكر انكسر موضعهم الدفاعي. وان شاء الله نوصل الجسر. هل هناك مناطق حرق بالكامل او قرى؟ اعتقد الحراريه تحررت بالكامل ومعمل الدفاع ومعمل النسيج اللي بالقرب. تقوم قطاعات الفرقه الاولى تدخل سريع هذه الايام بتحرير جنوب شرق الفلوجه تمهيدا لدخول الفلوجه. وقمنا هذا اليوم بتحرير مناطق واسعه من منطقه النعيميه وجسر التفاحه امتدادا الى جنوب شرق الفلوجه حي الشهداء. وان شاء الله بالتمهيد الى دخول مدينه الفلوجه بالكامل. هذه القاطع مسؤولية اللواء والان القفزة راح تكون ان شاء الله. قاطع مسؤولية لواءنا هي جنوب شرق الفلوجة المتمثل بالهياكل
والهيتاويين والنعيميه وجسر التفاحه وحي الشهداء الفلوجه، وان شاء الله في الايام القليله القادمه سوف تتحرر الفلوجه بالكامل. منصورين ان شاء الله، والله ما ظلوا شردة، ذولا جبناه شردة وخوانه وكلهم شردة وما بقى اي شيء، وطبعا الفلوجه وما ظل شيء. داعش ماكو ساتر، معنويات ماكو ساتر، وهاي اقبالهم انا اقبالهم وشردة ونهزمهم. المنطقه اللي قدامكم تحررت ان شاء الله والقطاعات قاعده تتقدم. القطاعات تقدمت من يوم المنطقه تحررت وان شاء الله ما في شيء. بعد تحرير محيط مدينة الفلوجة وقطع خطوط إمداد داعش بالكامل، ينفذ أبطال الجيش العراقي اليوم ومن يساندهم عملية عسكرية واسعة النطاق لتحريرها بالكامل، وسط انهيار كامل لعصابات داعش الإرهابية منذ اللحظة الأولى لتطبيق العملية. من جنوب الفلوجة، المراسل الحربي لوزارة الدفاع فاق العطواني.